لأجل التغيير الشامل نشوف برضو وجهات النظر والإعلام في شمال إفريقيا. معنا على التليفون الأستاذ جمال سطيفي، الناقد الرياضي المغربي والمهتم بهذا الملف منذ فترة طويلة، وتحديدا بعد أحداث مباراة الترجي والوداد، ونشوف التحكيم الإفريقي لأين خلال الفترة القادمة، وكمان القرار القوي اللي اتخذ من خلال الاتحاد المغربي بخصوص حكم دولي عنده. طبعا لم تعلن تفاصيله، لكن في النهاية هنعرف منه برضو أي تفاصيل هذا الموضوع والتحكيم في افريقيا، كيف ينظر الاعلام المغربي لهذا الملف خلال الفتره اللي جايه. استاذ جمال مساء الخير عليك واهلا بيك. مساء الخير لك والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. معي في الحلقه الكابتن ايمن ناديجيش، الحكم الدولي المساعد المصري السابق، وبالتاكيد بنناقش ملف كبير يا جمال، ملف التحكيم الافريقي الى اين خلال الفتره اللي جايه؟ بكل تأكيد يعني التحكيم الإفريقي يعني يعيش حالة من التباين. هناك من يقدم مستويات جيدة من الحكام، وهناك أيضا من يقدم مستويات لا تشرف التحكيم الإفريقي ولا تحافظ على شرف المنافسة الرياضية وعلى عدالتها بين المنتخبات والأندية المشاركة. هذا لا يمنع القول انه مثلا في كاس افريقيا الامم الاخيره التي جرت في مصر كان التحكيم في مستوى جيد، لان الامر يتعلق بكاس افريقيا الامم التي تحت يعني متابعه يعني تلفزيونيه كبيره، متابعه جماهيريه، وبالتالي كان التحكيم في مستوى كبير. لكن حينما ننتقل الى مستوى اخر يتعلق بكاس افريقيا يعني دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم، نجد يعني هناك يعني تحكيم احيانا يعني يؤثر في نتائج المباريات، هناك تحكيم يعني منح القدم لانديه على حساب اخرى، وقد تابعنا يعني في الموسمين الماضيين مجازر تحكيميه عانت منها يعني بعض الانديه خصوصا يعني بعض الانديه الافريقيه، بالتالي التحكيم الافريقي يحتاج الى يعني مراجعه شامله، يحتاج الى عدم التحكم في يعني خيوط التعيينات وعدم التحكم في مجموعه من الامور المتعلقه يعني بالحكام حتى تكون المنافسه عادله. ايضا التحكيم الافريقي خصوصا في مستوى دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي يحتاج ايضا لما لا الى استخدام تقنيه الفار بشكل يعني مبكر، ولكن وليس يعني بشكل يعني تتحدث في مباريات وتغيير في اخرى كما تابعنا في النهائي الشهير ما بين الوداد والترجي الذي غابت فيه يعني تقنيه الفار يعني بشكل فاضح، وحدث يعني مسلسل طويل تابعناه جميعا. طيب اذا انت متفق معايا في كل الملفات اللي بنتكلم فيها، فكره التعيينات، الاختيارات، دايما الازمه موجوده في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. طيب هل هناك اتجاه في الفتره الجايه لدى الاتحاد الافريقي لتغيير اللجنه، تعيين اسماء ذو ثقل كبير؟ هناك طبعا في تونس هشام كيرات، هناك في المغرب محمد القزاز، ناجي الجويني التونسي الشهير كعضو لجنه حكام في الاتحاد العربي، ممكن يتم الاستعانه بالخبراء دول في الاتحاد الافريقي الفتره القادمه؟ لا اعتقد انه مشكله التحكيم الافريقي ليست متعلقه يعني بهي الكفاءات او في الاسماء، يعني هناك كفاءات يمكن ان تتولى شؤون التحكيم الافريقي، هناك اسماء كبيره جدا، لكن الاشكال هو اشكال يتعلق بالاتحاد الافريقي لكره القدم، الاتحاد الافريقي لكره القدم الاتحاد نفسه رأسه الملغاشي احمد يعيش على وقع يعني على وقع فساد يعني على مجموعه من المستويات، وبالتالي حينما يكون الفساد معششا داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم لابد ان يزن ايضا ان يقال يعني لجنه التحكيم، لابد يعني ان يؤثر ذلك على سير الامور، وبالتالي يجب ان تكون هناك اراده للاتحاد الافريقي لكره القدم لكي يكون التحكيم عادلا، ولكي تاخذ جميع الانديه والمنتخبات حقها في تحكيم عادل وفي منافسه شريفه، لان للاسف الشديد الالقاب اليوم داخل القاره الافريقيه تختطف وتهدى على طبق من هذه الجهه او تلك، ايضا هناك لعبه التوازنات على يعني مصير مجموعه من الانديه، وهذا يعني امر بقى واضح يعني في الوقت الحالي بقى واضح كمان يا جمال. يعني مباراه الوداد والترجي اخطاء بكاري جسامه وقصه الفار ومستمر، اخطاء جوشوا بوندو في مباراه النجم الساحلي والاهلي والحكم مستمر، لكن في المقابل النهارده او امبارح قرار بايقاف حكم في المغرب مدى الحياه وحكم دولي، هنا قرار عكس تماما القرارات اللي بتتخذ بالنسبه للحكام في الاتحاد الافريقي. الاسباب يعني قياس هنا زي هنا بالظبط، ولا انت شايف الموضوع ده ازاي؟
هو فعلا تم يعني توقيف الحكم هشام التيازي عن الممارسه يعني عن ممارسه التحكيم يعني في المغرب بسبب اخطاء التي ارتكبها يعني في مباراه فريقي اولمبيك خريبكا ويوسفيه برشلونه، هي اخطاء يعني مؤثره، ولكن بجميع الاحوال انا حتى هذا القرار يناقش هل كان قرارا متسرعا، لان توقيف يعني مدى الحياه يفرض ان يكون هناك تلاعب في النتيجه، ليست هناك فقط اخطاء فيما يتعلق امر بالاخطاء، فيمكن ان ينزل الحكم الى درجه دنيا. توقيف مدى الحياه يعني امر يعني كبير جدا. ايضا لا ننسى ان بعض يعني الحكام في الاونه الاخيره في المغرب يعيشون يعني وقع استعداد لاستخدام تقنيه الفار، وبالتالي هم يقضون ساعات طويله يوميا يعني في يعني دروس وتكوين على استخدام تقنيه الفار، يجرون مباريات بين الشبان، ثم ايضا بالتالي ربو الحكم تم تعيينه لاخر لحظه، ربما كل هذه الامور اثرت على ادائه في المباراه وارتكب تلك الاخطاء الجسيمه النوايا الله وحده الذي يعلم بها ان كانت اخطاء نتيجه المباراه. كانت فيها فار يا جمال صح؟ التركيز على انها كانت اخطاء متعمده، ولكن جميع الاحوال مثل هذا القرار سيكون له انعكاس ايجابي يدفع الحكام الى ان يكونوا يعني يقظين وان يكونوا مركزين حتى يؤدوا المباريات بشكل جيد. الايجابي ايضا في المرحله المقبله بالنسبه لكره القدم المغربيه ان تقنيه الفار ستبدا يعني بدا تم تجريبها في مسابقه الكاس يعني في الدور النهائي، وستنطلق العمل بها فعليا يعني في شهر يناير السنه المقبله، بحيث سيكون المغرب اول بلد افريقي يعني اول بلد افريقي واول بلد عربي في المنطقه الافريقيه يعني اداء المباريات اكيد. طيب الحكم كان في تقنيه الفار في المباراه اللي ادارها الكابتن هشام التيازي مباراه اولمبيك خريبكا ويوسفيت بيرشيد، كان فيها فار ولا كانش فيها فار؟ لا لم يكن، لا الفار سيبدا في شهر يناير المقبل في بدايه 2020، لم يكن فيها الفار يعني في مباراه تمام يوسفيت برشيد واولمبيك خريبكا لم تكن تقنيه فار مستخدمه. انا كما قلت لك الفار سيبدا استخدامه في يناير بدايه السنه المقبله 2020، وسيكون كما قلت لك اول بلد افريقي يستخدم هذه التقنيه. اكيد. طيب الجزئيه اللي عايز اكد عليها، الاتحاد المغربي لم يعلن اسباب ايقاف الحكم مدى الحياه، وحتى هذه اللحظه المؤشرات بتقول ان الايقاف نتيجه اخطاء فنيه. صح كده؟ لا، حسب هو الاتحاد المغربي لكره القدم اصدر بيانا في الموضوع، والبيان يتحدث عن اخطاء جسيمه الحكم يعني اثناء هذه المباراه، فقد تحدث فقط عن يعني اخطاء جسيمه، وبطبيعه الحال الحكم من حقه ان يستأنف يعني القرار في المرحله المقبله. ثم لا ننسى ان الحكم يعني هو اصلا مقبل على التقاعد، لانه لم تتبقى له الا خمس اشهر يعني في مساره، ومن حقه ايضا ان يستأنف يعني القرار. لكن اخطاء جسيمه، هل تتوقع الاتحاد الافريقي الفتره اللي جايه لو عنده حكام بيخطئوا اخطاء جسيمه ممكن يوقفوا مدى الحياه، ولا شايف القرار ده صعب يتطبق في الاتحاد الافريقي او لجنه الحكام؟ لا يعني هو يجب ان نرى يعني مدونة التحكيم ماذا تقول، هل الحالات التي سبق يعني ان تم ايقاف الحكم الغاني جوزيف لامسي وهذا يعني مدى الحياه بسبب مباراه تصفيات كاس عالم جنوب افريقيا والسنغال وتم اعاده هذه المباراه، لماذا اذا كان هناك حكام يعني ارتكبوا اخطاء جسيمه غيروا نتائج مباريات ان يتم ايقافهم مدى الحياه؟ الاخطاء وارده في كره القدم، اخطاء الحكام، ولكن المؤسف انها في القاره الافريقيه احيانا تكون يعني بفعل فاعل، وهذا يعني مؤسف انه الاخطاء تكون يعني بفعل فاعل نتيجه اختيارات يعني معينه، وتابعنا في السنوات الاخيره كيف يعني انه ارتكبت مجموعه من الاخطاء التي غيرت مجرى المباريات، وممكن اعطيك العديد من الامثله سواء بالنسبه يعني لفريق الوداد او بالنسبه للاهلي المصري او حسنيه اكادير الذي حرم من التاهل يعني الى المسابقه الى دور جمال مسابقه الكاس يعني امام جمال يعني حالات عديده ممكن الحديث عنها. طيب انت اختم معاك بسؤال بسيط بس، انت ذكرت الانديه اللي بتتعرض لظلم تحكيمي، لكن في النهايه تشعر ان الاخطاء التحكيميه كلها لصالح اتجاه واحد. هذا هو المؤسف كما قلت لك، ان احيانا الاخطاء حينما تكون في اتجاه واحد، فنحن نتكلم هنا عن حاله تعمد، ويعني الامثله وارده، فمثلا فريق الترجي التونسي اكثر الانديه الافريقيه استفاده من اخطاء الحكام، وهذه الاخطاء يعني منحت لهذا الفريق لقب
عاد مجموعه من الالقاب، نتذكر اليد كولينتوك اليد الشهيره لمايكل انرامو امام يعني الاهلي المصري، الحكم قصم في نهائي رادس السنه الماضيه لم يحتسب هدفا صحيحا لفريق الوداد. فهناك يعني حينما تكون اخطاء يعني في اتجاه واحد فهذا يعني مؤسف ويطرح تساؤلات حول لجنه الحكام، حول يعني من يتحكم دواليب التحكيم والتعيين والاختيار. مظبوط مظبوط استاذ جمال السيفي الناقد الرياضي بجريده المساء المغربيه، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للكره المغربيه والكره الافريقيه خلال الفتره القادمه.